استقبل معالي المشير ركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوة دفاع البحرين اللواء ركن حسن بن حمزه الشهري قائد قوات درع الجزيره المشتركه بحضور سعاده الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان وقد اشاد معاليه بالجهود لترسيخ وحده الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون واشار معالي الى ان قوات درع الجزيره تعد ترجمه صادقه للخصائص الواحده والاهداف المشتركه التي تجمع دول المجلس واصبحت سدا قويا منيعا في وجه كافه التحديات المحدقه بنا وتوفر سبل الامن والامان والاستقرار لمنطقتنا